صبايا. منال كنت عم تقولي لي في نحفه صارت معي، شو صار معك؟ كنت مره تعيطت بدي اروح من تاكسي لمنطقه ثانيه، بس قبل تركبت انا قال لي زلمه وين رايح؟ قلت له عم اجي لعنشا. عم قال لي شو اسمك؟ قلت له اسمي ايه، انا يعني فت معاه بالحاله ما شاء الله. قلت له اسمي ابراهيم. ما مشينا مشينا، قال لي لك يا ابراهيم. قلت له انا شو؟ قال لي بدي اسالك سؤال. قلت له خذ راحتك. عم قال لي انت ليش هيك؟ قلت له انا صرت اطلع بحالي. قلت له شو ليش هيك؟ قال لي انت ليش هيك قصير؟ قلت له والله امي الله يسامحها يا زلمه. قال لي شو بها؟ قلت له حطتني مرطبين ضغط وكبستني، شو بدي اعمل لك؟ هاي كل القصه. وضلوا سحبها وبس نزلني بدك شي ابراهيم؟ قلت له سلام متعلبك. فقال له بعد الزلمه هلا بيعرف اني انا ابراهيم وانا بنت. وبتاخذيها بمرح انت؟ باخذها كثير بمرح. ما مرق مراحل قاسيين يعني عندك؟ لا لا الحمد لله، لا كلها بروح رياضيه. مرتك انت عم تحكي لي انه في مشاكل ايام بتصير معك من نوع معين. ايه اشياء مشاكل جنسيه مثلا. مثلا يعني كثير صادفت بحياتي انه مثلا نظرات خاصه الشباب بصيروا مثلا بلتقى فيهم او حتى يمكن بيتعرفوا علي على الفيسبوك ولا على الشات دغري بيحكوكي بالجنس، بيحكوكي انه اذا بتحبي تظهري معهم تعملي علاقات. فحسيت كانه قصير القامه انه شخص سهل المنال لهيدي الامور، لانه يمكن عنده النظره انه قصير القامه انه صعب يتجوز، صعب انه يوصل لهيدي المرحله الزواج ويعمل العلاقه. يعني خاصه بيكون اسهل برايهم. ايه بيكون اسهل، وخاصه انه كمان صادفت احد الاشخاص يعني كان ينصحني انه ليه ما بتعملي العلاقه وانا مستعد انه اعمل لك هالشيء وحتى تكوني فرحانه، يعني انه حرام تعيشي حياتك بدون العلاقه. عرفتي؟ انه عن جد شيء كثير مؤذي. الاشخاص بالحجم المعتاد عم نحكي، مش عم نحكي بالحجم المعتاد. ايه فبجربوا يستغلوكي. ليكي هلا يمكن يكونوا بالحجم المعتاد ويمكن يكون كمان قصير القامه بالنهايه انسان يعني. نفسية هيدي ما لها علاقة. ايه نفسية ما خص الطول والقصر يعني. طيب بدي اسمع بس كلمتك الأخيرة قبل ما أروح أرجع عند أبو رائد. كنت قلتي لي في شيء بدك تقوليه يا جاسي. ايه. إنه قدمتي مرة على شغل وشو صار؟ ايه بس رفضوا. ليه؟ كرمال طول. كرمال قال لك هيك؟ ايه. قال لك هيك؟ إنه مش دغري يعني قال لي إياها مباشرة. بس إنه حسيت دغري إنه كرمال طول. انه ما عم بيقبلوا ما جرب حتى يعرف شو بتعرفي يعني. انا من فتره هلا يمكن شي شهرين كمان بعثت لي صاحبتي شي ضماد لشغل. رحت اول ما فتت على الشركه يعني عرفت من نظراتهم من ضحكتهم السخريه انه انا مش مقبوله. عرفتي كيف؟ اه بس انه يعني عن جد يعني الفكره انه حسيت انجرحت من جوا، مع انه انا بفتره انه عم نتخطى هالامور وتخطيت هالامور، بس بضل يجي انه اشخاص يجرحوك كذا، قالوا لي طيب اوكي ميرسي بنرجع نتصل فيكم، انا عارفه ما راح يتصلوا، هي انضينت من نظراتهم من ضحكتهم يعني. انه على كل حال هول الاشخاص يبدو انه بعض